متابع واتصل علي قبل شوي بعد لما كنا في الكنترول قبل حوالي ربع ساعة ونص ساعة، يشيد بندر أبو زيدة ويشكر أبو زيدة ويقول هذا أول شيء يقدمونه للمتسابقين مفيد على الهواء، شكرا لأبو زيدة على الفقرة الأخيرة اللي قدمها، نعم وتكلم عن المتسابقين على المقامات وأذن أذان الحرم وتكلم عن المقامات الصبا والبلات والكرد. والكرد، ويعني قدم محتوى جميل ورائع. بندر أبو زيدة شرفنا هنا ولا شرفنا في الكونفرنس روم، خلنا نتكلم معاك ونشكرك على هذا الإبداع والجمال اللي قدمت لنا. حاضر. نعم، هو فعلا قبل شوي أنا كنت أتكلم مع ساير أقول إن كان هناك حسنة أو شيء ممكن يرفعكم في الأيام الأخيرة هي الفقرة اللي قبل شوي، وإلا أنتم في الأيام الماضية صراحة يعني تحتاجون إلى إعادة وجهة نظر. لكن نحن نعول على بندر أبو زيدة، نعول على تركي الموسى، نعول على حسن الدوسري، والشباب إن شاء الله البقية فيهم الخير. نريد هذه الانطلاقة مثل ما انطلق فيها بندر أبو زيدة أن تكون هذا يعني يكون هذا منحنى إلى الجمال، إلى الروعة، إلى المحتوى المفيد، سواء لنا كمقدمين أو لل. تفضل يا بندر. تفضل يا بندر. بندر تعال عندي. السلام عليكم. اسمح لي بس. سلام ورحمة الله. إني أختصر الوقت معاك. تفضل. حياك الله يا بندر. سهلا. يعطيك ألف عافية. أنا ما أحب فقرة السلام هذه اللي على الهواء. بس يستحلون. السلام عليكم. السلام عليكم عني. مستحيل حتى السلام. السلام عليكم. بندر أبو زيدة. لب قلبك، العفو ما سوينا شيء والله. تحية من الدكتور هاني الغامدي بعد ومن المشاهدين كلهم. الله يعطيهم العافية. على الجمال اللي قدمته. عشان الناس اللي ما تابعت مثل علي كان تو وصل يمكن ما تابع الفقرة، تابعت علي؟ أنا والله كنت في الطريق على المكفى 160. مرة انت ماني مركز. حلو، اثنين مخالفتين جاك على الهواء. مخالفتين والله بسبتك ابو زيد. طيب ابو زيد اسف وانا اسددها علي. علي ابو زيد بلغ علي ترى 360 ريال يمكن بلغ علي وفيها 24 ساعه سجن. حبيبي بلغ علي وش اللي سويته؟ انا بقول لك حاجه. اي تفضل. اول شيء انت مثال مشرف لكل متسابق جميل هنا. لبك. بالرغم انه في امكانيات جميله جدا للمتسابقين. من الشخصيات اللي بدات بقوه وبسرعه. بندر أبو زيدة هو أخو الصديق الجميل علي أبو زيدة، نمسي عليه بالخير ونصبح عليه بالخير، يستاهل كل خير. وعلي قامه له باع طويل في الإعلام سبقنا، وهو أبو الجميع ما شاء الله تبارك الله، له باع جميل في قنوات سابقة. فأنا أقول لأبو زيدة الله يوفقك وتستاهل كل خير. أنت جالس تبني نفسك بمفردك، جالس تمشي في عالم وكوكب آخر بعيد عن المتسابقين، وما زلت أقول تغرد خارج السرب. أتمنى لك التوفيق، استمر، واتمنى ان تساعد كل شخصيه بجانبك، يمكن تستمد من كل قوه. طيب. بعض الشباب. طيب علي اللي علي لا تصرف، خل بندر يعلمك ايش تسوي اليوم. علمه ايش سويت يا اخي. سويت انا سويت انا سويت دوره مقامات، سويت لنا من ستين مقامات واشغلتنا فيها. خلني اعلمك بقول لك ايش سوى ابو بندر. ابو زيدة سوى شيء نادرا ما يصير برامج الواقع، وهو اللي هو يجيك منشد متمكن وفاهم المقامات وقاعد يعطيك على كل مقام مثال. بندر أبو زيدة الدرس هذا اللي انت سويته اليوم يستفيدون منه المواسم السابقه والمواسم الجايه. على راسه الفكره هذه صارت في برامج الواقع، لكن ما صارت بهالاتقان. سواها بجمال، سواها بمركز عم ابو زيده اللي افتتح اليوم. قاعد يعطي المكان هيبه. طيب. شكرا لك على حضورك الرائع من بدايه البرنامج اللي قاعدين نشوف تصاعد فيه يوم بعد يوم. وانا اشد على اللي قال من الشباب انه كل يوم مقام، او مثل ما قلت لك انا سابقا انك تتوسع في هذا المقام لمده اسبوع وكذا. تقول انت ان شاء الله الوقت يسعفنا، ثلاثة شهور قدامك الوقت. طيب. بيسعف ان شاء الله. اول شيء علم علي وش سويت وش فكره دوره المقامات دي وكيف حتستمر فيها، بعدين بسالك سؤال ثاني. طيب ابشر. استاذ علي انا اول شيء جمعت الشباب، سويت مركز. مركز انا شفته اللي بعده. ايه كذا عند الستين. طيب مدام نظامك كذا اوكي. طيب خلاص سويت مقامات عددها ثمانية وسلموا الموسيقى. طيب انت مستعجل استاذ علي. اسئلتي مهمه يا جماعه، خلي احق عليها. السؤال الاول، هل انتظرت ضوء اخضر من احد؟ كيف يعني؟ يعني هل جاك واحد رحت هناك لين شفت الضوء الاخضر؟ من الاداره الضوء الاخضر اعطوك؟ ولا قدمت لحالك؟ على طول انا بنفسي انا مكاتبها من اهدافي في فريق الدعم ولا جهزته؟ لا لا انا مجهزها، هذه من اهدافي في البرنامج اني اسوي دوره مقامات. ما يحتاج لا تقول ابو دفتر من ضوء اخضر ولا شيء. بدون ضوء اخضر على طول راح رجال وسوى فقره الحالة وسوى مبادره الحاله. الشيء الثاني اسمحوا لي. تفضل. الشيء الثاني والاهم، ها، ان بعض المتسابقين دروا ان الهواء انتهى عند بندر أبو زيدة. تشوف قاموا يتحركون يطلعون، بندر مكمل ومجموعه قليله حلوه معه قاعدين يكملون معي يحضرون الفقره. انا راح اكد لك وين وقفت بعد اذا يسمحوا لي الاخوان.
وين وقفت الدورة، يمكن كلها ما اكتملت عشان الوقت الفقرة، بعلمك وين عشان تكمل بعدها. لأنه هو استمر واحنا جالسين ما يدري انه الهواء عليه. ما يدري ان الهواء عليه، بعدين يوم شافنا جايين والهواء مكمل حضوره الريالتي حقه، ما هو مهم في هواء ولا ما في. في فكرة مهمة. لأنه أهم شيء عندي أنا والله بندر الشباب. بندر أبو زيدة أنت سبق جيت في دوافير صح؟ بالضبط برنامج دوافير. اسمح لي أقول لك شيء؟ بندر أبو زيدة جاء في دوافير قبل 3 سنوات أو 4 سنوات. سؤالك عرفته على طول. وشو؟ والله شوف الشيء الطريقة سويت رياضة. حلو. صح ولا لا؟ بندر أبو زيدة اكتب من عنوانه. جاء في دوافير ونشز غير عادي على الهواء. انت تتكلم على الصوت ولا تتكلم على ممتاز؟ ايوه انت خلني اجيب لك السمنه. اي والله صدق خلي السمنه، السمنه بعد مفيده. نشز على الهواء نشاز عجيب ممتاز، بس هذه الاخطاء اللي كانت تقدم على الهواء ما منعت بندر ابو زيد انه يحضر ايضا في نفس القناه اللي كان يختي فيها ويقدم فيها دورات للناس ويتعلم. شرف. برضو غير تمرنت لما كنت سمين ونحفت. يبدو لي حتى تمرنت على الصوت. اي اكيد طبعا، وطورت مهاراتك في الصوت الين صرت هالصوت اللي كلنا نفتخر به. الله يسعدكم، وهذا من ذوقكم. وما تعلمت المقامات الا من احتكاكي للمنشدين ومشاركتي في اكثر من مهرجان وحبي لهذا المجال، فاكتسبت العديد من المستلزمات في هذا. العفو على راسي. شكرا يا بلبل حياتك. على راسي. اهلا وسهلا. الله يسعدك. طيب بندر ابو زيد صوت الحق في بندر ابو زيد نموذج من النماذج. معلش ترى هذه النقطه لازم نستوقف عندها. استوقف يا حاتم قبل